الطاهرة، مدينة بجايا الساحلية، مسابقة أجمل قرية وأنظف حي الذي أشرف عليه مجلس الشعبية الولائي لولاية بجايا، أين تم الإعلان عن النتيجة يوم شغل عالي. مليح مليح، إن شاء الله تدوم وتحب سالة. ذيني لهان أنت كنت بغصي ثوذرين أدخذ من تكثر أتمعنا ذي أنت قوي قرس أنت فيني لهان أفتزدق أفتموسني في القراية فين يعني الناس حبيبر في الكولتور نغاك ويث في العويد نغاك ويث جنج سلام مني لنفرار ذي تدار رزن تكشين ورزن يثم زيزل تنتدار يفرارن يشبحن يلهان لا بيوين بقيت تخدمه أسقامو غرفان نواغير نبقيت بس بشير برقد انت ثق الروي ذاس الوين النسخه مو غرفان اعطيك الصحه ان شاء الله ان شاء الله اعطيك الصحه ان شاء الله كل سكوسه نتمنى تخدم لنا كاين يعني ميرت مليح اعطيكم الصحه تفرح دم قران اذن ران يثنو في كانون نروح حد يواكني نمثل تيزي وزون كون يذو فرين تيزي وزون سليطه ناسيونال قبلاني لي لي زيلو نلال دي مغناسن ومازال وانيلي دي مغناسن نتسنا في تمورتنا ان كنمثلا من بعد كل يوم نادينا قال قمكان ايلا يمكن يتسيدير يمكن نديت الشعب وكنا دينا لا سيريموني تغلي على الفاي دو 5 جوي سين وسان قبل 5 جويليا سنه فاسكيوين لي وسن تمون انت وسن نير مزيان اون 1366 قلعة دي بن عباس devient un centre industriel militaire de l'Algérie. نكاد تودرين نكاد مرا الحوامية 20 تودرين 11 الحوامية 5 تودرين اديو فرار ديجا مزيزليني عدا عاود نبارتيسيبين سكون ابال ليكسيلونس. لوان صرف راه بدنا رزار ذاك القلعة القلعة نت عباس زوم زروي يكسا على مزروي القاين تمور تقدلس ذي تغيوان تقيغي لعليا دونك كساقي غير نرسى جميلت تم قرات لي وسقامو اغرب ان وزدون لا ولاين في كايت غفوق الروس ماس البشير بركات يدي دي سيدينا ادورغانيزي لا سيريمونيا كي تم غرايا كي اسم مناطق كي نت عباس نورغانيزان لو كونكور كي تم زيزل تاكي ذاكي عباس اي او ميم تو اسنين يغسل ميرث ثم قرانتي اي ورزاكي ذات فكا النتيجة كانت كالتالي: المرتبة الأولى تيزي نجبر أي تجلي، المرتبة الثانية أي جمهور بلدية أمالو، المرتبة الثالثة إحبشن بلدية كندرة، حيث المرتبة الأولى تحصل على مبلغ مالي قدره 500 مليون جزائري. إذا نتابع في الروبورتاج فعالية النتيجة على هذه المسابقة. ولا مسيا ظل فرح ضم قراني من تدرت نزيزي نجبار تغي وزن جليل توفرار دك تمزيزي لتايا المير فيلاج بروبر ثينيسي لابي وين في قايد وين يقبع انا دير جو تدرت نزيزي نجبار ناغت غي وزن جليل إبردان إبردان مثلا الدين داك ويتي بولا الدين زاد وين ديوسان أثيد نستقبل مرحبا سيس أمور كازا مسمطوط أختي ديوسان أثيد نقابل سلاحنا إن شاء الله تلمير ثنو